لك هذول اللي كانوا فاتحين مكاتب تشيع امبارح يجوا وعم يهتفوا حررنا اراضينا. ولك يا حيف على الاسلام، بس يا حيف على الاسلام، والله يا حيف، والله يا حيف على الاسلام، والله يا حيف على الاسلام. كلها قاعد متركزه، بس اخ يا حسره، يا حسره على الاسلام. بس اي اسلام هذا؟ قولوا اسلام. لك اي اسلام اللي ما عم تنقذ الاسلام؟ والله ما عم تنقذون. لك نسوان واطفال شو ذنبه؟ الله والله شو ذنبه؟ يا الله ثقيلك يا الله. يا الله دقيلك يا الله، ما لنا غيرك يا رب، يا رب اسالك اللطف يا رب، اسالك اللطف يا رب، اسالك اللطف يا رب. يا رب داخل عليك، يا رب داخل عليك يا الله، يا الله الله بيقوينا. لك يا رب، لك اللي قاعده على الاسلام، لك الاسلام اللي قاعده كلها مش دايره على الكراسي، غايبه على الكراسي. ولك كل ما غايب على الكراسي يا ولد سود عليكم ذبحنا ذبح. اخ يا الله. مين الخان حمص خالتي؟ من الخان حمص؟ لك الاسلام اللي خانت حمص. الاسلام لولا ما اسلام ما خانت حمص. ولك كلاب خنازير جايين من بلاد سوريا يقولوا والله الارهابي. ولك اي ارهابي؟ ولك اذا انتم جايين من ايران ومن لبنان. ولك يا خالتي اذا جايين من ايران ومن لبنان ولا لهم اراضي عنا هدول؟ بس اللي منين لهم اراضي هدول؟ هذا اللي بدي اسال الاسلام كله، بدي اسال العالم وين الاسلام؟ هاي جايين من ايران ومن كليات حاطه شرايط كل واحد لحيته هيك راسه اصلع. منين الاسلام هذول؟ هذول اسلام؟ عم يهتفوا حررنا ارضنا؟ اي ارض هذول هون؟ حمص، حمص خانت فيا العالم كله والله يا اخي. والله يا ابني خانت فيا كل الدنيا. شو بتبعت رساله للائتلاف والعالم القاعده بتركيا؟ القاعده بتركيا؟ شو بدي اقول لهم؟ اشكيهم لله. اشكيهم لله اللي ما بيعرفوا شو عم يصير بحمص. اشكيهم لله اللي قاعدين وعم يدوروا على الكراسي، هذا اللي بقول لهم. دارين على الكراسي كلهم عم يتقاتلوا مشان الكراسي، ايوه ائتلاف.